هذا منزل السيد محمد حسن الأحمد الملقب بشقور، وهذا منزل جميل المرحوم جميل محمد اليوسف، وهذا منزل السيد محمد عبد الرحمن العلي، وهذا منزل عبد الله الفارس، وهذا المنزل منزل حسن المفيدة حسن أحمد. هذا ما خلفته طيران الميج بتاريخ 4/2/2013 على قرية النيرب، محدثة أضرار هائلة. يبدو أنها قنابل فراغي وجزء مدمر أيضا من منزل السيد يوسف حميد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب سلم سلم يا رب. هذا منزل السيد حمد أسعد. إيه يا حسن، يلا هذا أيضا قسم من منزل السيد علي الياسين الملقب بعلي الزينب معروف. حسبنا الله ونعم الوكيل.